اوكي اذا طلعنا هلا على الاوريجينز تبعت البيل، البيل اللي هي من بيل لابس محل ما كان يشتغل مين؟ بودي. بود او بودي. جينا طلعنا قلنا الجين، بدي ابدا في البدايه باور بعدين راح احكي عن فولتج. لو جيت اخذت يونتس اوف بيل تساوي لوج، عفوا لوج بي ناوت على بي، اخذنا يونت اسمها بيل او اخترعنا يونت اسمها بيل، واذا اخذت ديسيميتر معناها كاني باخذ 10، فعندي ديسي بيل 10 لوج بي ناوت على بي. ايش العلاقه بين بي والفولتج؟ الباور والفولتج في ريزيستر. تمام، في سكوير على ار مش هيك؟ فممكن لو فرضت انه عندي 1 اوم ريزيستر او نفس الريزيستر صار عندي في اوت سكوير على ار على في ان سكوير على ار، وار مساويه لار، فبتصير عندي هاي 10 لوج في اوت على في ان تربيع، اثنين بقدر انزلها مش هيك؟ فبصير عندي 20 لوج في اوت على في ان. فعادة الديسيبل إذا بحكي عن باور ريشوز بستعمل 10، وإذا بحكي عن فولتج ريشوز بستعمل 20. إذا هاي هي الأوريجينز تبعت هاي اليونت اللي هي الديسيبل، واللي استعملناها هون إحنا للجين، فهي دايمنشنلس طبعًا، لأني عم بقسم واتس على واتس أو فولتس على فولتس. هل ليش بنستعمل لوغاريتميك سكيل؟ طبعًا هون عندي النيجاتيف هو اتنيويشن، والبوزيتيف امبليفيكيشن. وميزته هون اذا ضربت فانكشنز ببعض لما اخذ اللوج بصيروا عباره عن جمع. اذا ضربت في كي مثلا ايش بصير عندي؟ بجمع لوج الكي، مضبوط؟ لوج كي في رقم ايش بتعطيني؟ لوج كي في بي مثلا، او لوج اي في بي شو بتساوي؟ لوج اي زائد لوج بي. فاذا بعمل امبليفيكيشن كل اللي بعمله في البودي بلوت برفعه لفوق او بنزله لتحت زي ما هو، بعمل له شيفت الى الاعلى او الى الاسفل. ناخذ مجموعه ارقام واي ليش بنستعمل لوغاريتميك سكيل؟ السبب الرئيسي ليش بنستعمل لوغاريتميك سكيل، لو عندي مجموعه ارقام زي هذول بدي اقارنهم، عندي قراءات مختلفه في سيستم او في دائره، والارقام كانت 3101 0.001.0004. لو جيت هذول بدي اعملهم بلوتنج على اللينير سكيل، سكيل عادي من هون، راح يجي عندي تقريبا مثلا هون هي ال 20,000، 3,000 ممكن تبين تقريبا هون، ال 100 ممكن تطلع هون، وبعدين البقيه فعليا على هذا السكيل وين بدي احطهم؟ خلص حطه مع هذا السكيل، ما لهمش معنى احاول اصلا ارسمهم، مزبوط؟ فراح احط هون رقم انا مسميه هو زيرو مبين 0.001 و 0.0004. هل هذا بعطيك معلومات؟ هل هذا مفيد؟ في هون ضاع اشياء كثيره، ضاعت معلومات كثيره لاني حاولت اضغط السكيل. خذ اللوجز هلا تبعتهم، لوج ال 20,000 شو بصير؟ او 20 لوج، خلينا ناخذ 20 لوج، خلينا نفترض انه هذا كان جين، لو اخذت او افترضت انه باور 20 لوج للبيس 10 20,000 بيطلع بلس 86 دي بي، وخذ 20 لوج للبيس 10 3,000 بيطلع بلس 69.5 دي بي، وراح اضل نازل بنفس الطريقه لحد ما اوصل اخر شيء 20 لوج 0.0004 و 0.0004 بتعطيني ماينس 68 دي بي. هل هذا السكيل، طبعا هذا ميز لي بشكل كويس الان بينهم، لانه اللي فوق منه اللي كان هذول مش راح ارد اكتب هذول اعيدهم، هلا تبع ال 100 راح يعطيني او مش 100 عفوا في 100 في واحد، خلينا ناخذ الواحد تبع الواحد هون راح يعطيني 0 دي بي، هاي نقطة التحول مش هيك؟ نقطة الواحد هي نقطة التحول، لأنه هي انتقال ما بين الاتنيويشن والامبليفيكيشن، فنقطة التحول 0 دي بي،
وبعدين عندي النقطة هاي راح تكون ناقص 60 دي بي. لو جيت الآن رسمت هدول على سكيل، خليني أحاول أرسمهم بشكل منطقي، راح أحط على هذا السكيل أنا ماشي تقريبا من ناقص 70، خلينا أقول إني رايح من ناقص 100 لزائد 100 تقريبا، فراح أحط هون، راح أحط هاي ناقص 100 ناقص 80 ناقص 60 ناقص 40 ناقص 20 0 20 40 60 80 100، وهذول اليونتس كلهم دي بي. هون عم باخذ انا ريشيو اوف فولتج لاني ماخذ انا 20، فهذول ريشيوز اوف فولتجز. راح يكون عندي اول رقم 86، بعدين عندي تقريبا 70، بعدين عندي 0، بعدين عندي ناقص 60 وناقص 68. مش هذا افضل ب 1000 مره من هذا السكيل؟ وبتفرجاني اللارج دايناميك اتنيويشنز ما بين التو سكيلز. اوكي ماشي، الكل فاهم انه هذا احسن. ليش هذا احسن؟ اللوغاريتمكس